السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائنا الطلبة وحياكم الله في محاضرة جديدة لهذا اليوم. إن شاء الله بهذا اليوم طلابنا الأبطال عاشت يدكم حقيقة أجوبة جيدة، ويعني صراحة ما توقعت هيك راح تكون قراءة ومتابعة أول بأول، فشكرا جزيلا على متابعتكم وعلى قراءتكم الجيدة، أتمنى لكم يا رب الموفقية الدائمة. راح نبدأ بحل هذا التمرين. هذا التمرين أريدك من عندك تتحول ليا ماضي، عندك ليف تسويها ليفد، عندك لوك تسويها لوكت، عندك not steady he didn't steady he didn't steady لأنها ماضي he didn't steady play he did he played try he tried نقلب الواي إلى I ونضيف ed، وهنا الماري راح تصير married نقلب الواي إلى I ونضيف ed، اما الوانت فراح اصير he didn't want، الداي نضيف لها فقط دي، love صير لك loved love صير loved، واللايك صير liked واللايك صير liked. اما نجي على التمرين الثاني، فهذا التمرين طلبته من عندك بثلاثة احتمالات، مرة مثبت ومرة نفي ومرة سؤال. yesterday I go to the movies راح تصير yesterday I went to the movies، إذا ردتها سؤال راح أقول did I go to the movies yesterday، طبعا الظرف أجيبه خليه بالأخير، هاي بس هيك حتى تكون الجملة مالتك تمام ومضبوطة. my sister make birthday cake for my last week راح تصير my sister made a birthday، سويتها ماضي، إذا ردتها نفي أقول my sister didn't make. إذا ردتها سؤال أقول did my sister make a birthday cake. زين عندك هنا ستيف رايد راح اصير ستيف رود بالماضي، درايف اصير درايفد، نفي didn't drive، سؤال did my friend drive. حلو، نفس الحالة طبعا اليزابيث توك، تذكرون بالمضارع البسيط احنا كنا ناخذ التيكس، كنا ناخذ التيكس يا ابطال. كل زين، لا شلون تستخدمين الواز، يا لا ما يصير الواز، الواز بس لما يكون عندي صفة، فقط لما يكون عندي صفة نستخدم الواز والوير. طيب نجي عندنا اليوم مثال آخر أيضا، خلينا نحله. الهاد راح يصير هاد لأن ماضي، بالنفي راح يصير last week my aunt didn't have. أكو شغلة يعني ليش كلكم كاتبي لي بالجملة did last week، هاي هذا ظرف أجيبه خليه بالأخير، دائما، فراح يصير did my aunt have a baby last week، أو مثلا تخلي last week داخل القوس تخليها فارزة وتبدي منها. دائما طلابنا الأعزاء دائما الفعل المساعد نستخدم، احنا مو ذكرنا القاعدة فعل مساعد زائدا did بالنفي وبالسؤال قلنا did زائدا فاعل، زين هو الفاعل مو last week، الفاعل my aunt، فركز لي على my aunt ها هي الفاعل، فاللاست ويك يصير بالأخير، هو طلاب خطأانين بالواجب. we get a lot of work we get صير we got، بالنفي أصير we didn't got. The child drink سويها ماضي الآي يصير أي، نفي يصير didn't، سؤال did the child drink. my teacher buy bought ماضي didn't نفي didn't bought، وإذا أردتها أيضا سؤال أقول did my teacher buy some new books last month. هذه هي جملة الماضي، هذا هي التمرين وحلينا لكم اياه ان شاء الله، وهذا التدريب ايضا اخذت لكم اياه، وايضا قلت لكم تدربوا علي
حتى تتعلمون، والاختبار اختبرتم صراحة عندي عتب عليكم وزعلان عليكم صراحة، هواي طلاب زعلان عليها. يعني ليش ما قارين؟ ليش ما قارين؟ هواي أعداد ما قارية، ليش هيجي هذا القراية التعبانة؟ يعني صراحة جدا جدا ضوجوني، يعني صراحة أبدا مو بالشكل المطلوب أبدا. بعض الطلاب مو الكل. يعني عدد الطلاب اللي ما قارين، بالله خلي أشوفهم كم طالب ما دارس المادة، يعني عدد الطلاب اللي ما دارسين واللي جاوبوا وقالوا أستاذ إحنا ما دارسين، يعني عدد دقيقة خلي أشوف لكم إياه بالامتحان. يعني هاي المادة إحنا مسوينها للكل، يعني 200 طالب ما قاري، 40% ما قارين، 40% نص الطلاب ما قارين. يعني ليش هيجي؟ ليش 40 طالب ما قاري المادة؟ شو وقت تقراها لعد؟ يعني غير احنا مسوي لكم اياها تستفادون من عندها يا طلاب يا اخوان صديق كذيب. يعني هاي حيل زعلتني والله العظيم، حيل زعلتني هذا الشيء، حيل زعلني. على العموم ان شاء الله منه هيك نريد قرايه، ان شاء الله الكل منه هيك قرايه، يعني اريد وعد، اريد وعد الكل منا وهيك راح يقرا رجاء. طيب نبدا بالمحاضره الثالثه، واليوم عندنا بعض الافعال اللي لازم تحفظونها، واللي هي تشيس، وتشيس معناها يطارد، تشوز يختار، تشوز تشوزن، كلين ينظف، كلوز يغلق، كم كيم كم ياتي، كمبير يقارن، كمبليت يكمل الشيء، contain يحتوي او يعني يحتوي على شيء، control يسيطر، وكوك معناها يطبخ، cooked. هذه الافعال ايضا حفظ، بهن شاذه وبهن مو شاذه، بس الغايه اريد احفظك معاني واريدك تحفظ المعاني. طلابنا الاعزاء اكتبوا لنا بالتعليقات، يعني ليش هيجي ما قارين؟ ليش هيجي ما قارين؟ يعني بالله عليكم هذا حكي؟ هذا منطق؟ ليش هيك الوضع ما قارين؟ يعني هذا مو وضع هذا. اليوم عندنا الفيوتشر سيمبل او السيمبل فيوتشر اللي هو المستقبل البسيط. زمن المستقبل البسيط هو عبارة عن تحدث لزمن او حدث تم بالمستقبل، ويجيك واحد يقول لك الازمنة مو مهمة. يعني شلون الازمنة مو مهمة؟ يعني حدث انت تريد تحكي عن شيء تريد تسويه بالمستقبل والازمنة مو مهمة؟ شلون اقدر اتعلم اكون جملة باللغة الانجليزية واريد احكي عن المستقبل وانا ما اعرف احكي عن الولد؟ اذا طلابنا الاعزاء نحكي اليوم عن زمن المستقبل البسيط، واللي هو يحكي عن القاعدة فاعل زائد ولد زائد فعل مجرد زائد تكملة. شوف الفرق بالمضارع البسيط كنا نضيف اس، بالمستقبل لا راح نحط ولد. I go to school. I will go to school. حط الول والفعل مجرد. I will go to school. شوف بحالة النفي نضيف not ورا الول. شوف إيش قال لك، نضيف not بعده الول. هاي القاعدة نفسها بس تحط لها not. لا تنسى تحط لها not. She work at school. She will not work at school. She will not work at school. أحسنتم يا طلاب. She will not work at school. She will not work at school. زين. سؤال نحط الول. Will she go to school؟ أو الشرهم ترهم. Will she go to school؟ هل سوف تذهب إلى المدرسة؟ يعني حدث بسيط وزمن بسيط إن شاء الله وسهل. حتى الاستخدام مالته يقول لك to talk about future actions، إن الأحداث اللي تصير بالمستقبل. I will call you tomorrow. راح أتصل بيك الباكر. راح أتصل بيك الباكر. إذن أي حدث يتم بالمستقبل، أي حدث يتم بالمستقبل نستخدم زمن المستقبل البسيط. حدث بسيط يتم بالمستقبل قريب، فشي أنا راح أسويه بالمستقبل. ودائما من يقول لك الول فشي أنا راح أسوي I will. I will go. I will study. I will كذا. I will I وإلى آخره. فالأحداث اللي تتم بالمستقبل هذا اللي لكم اقروهن، يعني الاستخدامات. كلمات الزمن ركزوا لي عليهن،
tomorrow, next وإلى آخره. إذن كلهن يستخدمن ويا زمن المضارع المستقبل البسيط tomorrow, the day after tomorrow, next month, next week, next year, soon قريبا, in the future, someday, in 2 days, 5 minutes, month وإلى آخره. دائما هذه كلها الأحداث لما تحكيها باللغة الإنجليزية دائما تحكيها بزمن المستقبل البسيط. زمن المستقبل البسيط هذا الأحداث اللي تحدث تستخدمها شيء يصير بالمستقبل, يعني شيء أنت تريد تسويه بالمستقبل. وهنا عندك أنا 3 تدريبات تحل ياهن حالة السؤال. هذا الواجب ما راح أحلك إياه, أنت تحله وتتدرب عليه. راح أحلك عليه أنا أمثلة, مثال مثالين من عنده. شوف هنا I go, طبعا هنا شوف أنا أخليك إياه بثلاث حالات, مرة مثبت ومرة نفي ومرة سؤال. أول وحدة مثبت تحط له will, ثاني وحدة يعني كلهن هن تحل إياهن. ميشيل أو مايكل to the cinema will go, وراها يعني تسويها مثبت وبتحل اياها. كل هذا تمرين ان شاء الله تحل اياه. وعدنا هذا التطبيق على هذا الزمن, هسه راح نطبق عليه. يقول لك where will she travel, اين هي سوف تسافر. where will she travel, هنا طلابنا الاعزاء على الافعال اللي اخذناهن اليوم وامتحنا بيهن. تسافر, هاي جمله عندي اريد اتكلم باللغه الانجليزيه. where will she travel, أين هي ستسافر. أريد أقول متى هي سوف تبدأ, شرح أقول بالإنجليزي. يلا جاوبوني بالتعليقات كلكم. أريد أقول متى هي تبدأ, متى هي تبدأ, شلون أقول. يلا من ضمن الأفعال اللي أخذناهن وغير لي بيهن نفس الجملة where will she travel, بدال travel غير لي فعل. Where will she begin, أحسنتم. Where will she begin, أحسنتم. إذا أريد أحكي باللغة الإنجليزية وأريد أقول بدال بدا هي تبدأ, أريد أحكي عن أخويا, راح أقول عن أخويا. أريد أقول شو وقت أخوي يبدي مثلا, شو وقت أخوي يبدي مثلا على شيء. شون شون أقول باللغة الإنجليزية. يلا عيني شون راح نقول. يلا اللي يقدر يفتح المايك ويحكي مو مشكلة, بس بترتيب ما أريد هوسة. طالب يحكي الثاني يسكت, ما أريد أوسع. Where will my brother beginning? Begin. بدون beginning. ماكو beginning. ليش إحنا خذنا بالقاعدة beginning? Sorry. Yes. أحسنت. يلا غيرك. تمام. شكرا جزيلا. أريد أقول متى يتصل أخي. شو راح أقول؟ When my brother call. When my brother, when will? When will my brother call. Call. يتصل. أحسنت. When does my brother call. حلو. When will? طبعاً الداز هاي بالمضارع. الداز بالمضارع. هسا طلابنا الأعزاء إذا أريد أقول where will she travel, أين هي ستسافر, إذا أريد أقول وين هي سافرت شلون أقولها. بالماضي. شو راح أسويها ماضي بالماضي. Where أحسنتم. شكرا جزيلا. تمام عاشت إيدكم. Where did she travel. شكرا جزيلا عاشت إيدكم. طيب هسا أنا مثلا أريد أقول للواحد
وين هي سافرت بالماضي اقول له ديد لان ماضي. اذا بالمستقبل هي تريد تسافر اقول له وير ويل شي ترافل، شو وقت هي راح تسافر. اذا اريد اسال اخويا اقول له شو وقت السافر اخويا، مثلا اسال اخويا اقول له وير ويل ماي براذر ترافل، شو وقت اخويا راح يسافر. ادي اقول شو وقت اخويا يسافر التركية، اقول وير ويل ماي براذر ترافل تو تركي، شو وقت اخويا راح يسافر تركيا. اريد اقول للواحد اخويا اقول للواحد وير اين، عفوا لا وين، وين متى. زين اريد اقول الواحد كيف ستسافر الى اربيل او الى الاردن او الى السعوديه او الى اي دوله كانت يعني، فراح اقول له how will you travel، كيف ستسافر. ادوات السؤال احنا اخذناها بالبدايه والجمله ذاي قدامك، بس تغير بالجمله، بس تغير بالجملة. هاي الأفعال عندك، أغير بالجملة، أغير بيها change يغير، catch carry يحمل، call يتصل. أريد أقول للواحد إيش وقت أنت راح تتصل، راح بالمستقبل، راح أقول له where when will you call، when will you call، إيش وقت أنت سوف تتصل. إذا أريد أقول للواحد إيش وقت أنت اتصلت بالماضي، شلون أقول بدال أول شو راح أستخدم، ايش راح استخدم بدال ول ديد. راح نستخدم ديد بالماضي، راح استخدم ديد بالماضي. طيب خلينا نفسح المجال لبقيه الاخوه والاخوات ونعطيهم سؤال. يقول لك وين ويل اي ميت يو اجين، ايش وقت انا راح التقي بيك مره اخرى. اذا اريد اقول للواحد وين انا راح التقي بيك باي مكان، ايش راح اقول؟ يلا جاوبونا بالتعليقات، بالتعليقات. Where نعم أحسنتم أحسنتم، بقي عشتكم بعض التعليقات جواب صحيح. Where متى وأين، Where will I meet you again، Where will I meet you again، Where will I meet you، Where will I meet you. أحسنتم أحسنتم، شكرا جزيلا، عشتكم أداء جيد جدا، شكرا جزيلا. بالضبط عاشتيتكم احسنتم، جيد جدا جيد جدا جيد جدا. Where will I meet you again، احسنتم، مشاركات جميلة جدا وتفاعل جدا راقي، شكرا جزيلا، عاشتيتكم عاشتيتكم. اذا هسه هنا Where will I meet you again، كيف راح التقي بك، اين سوف التقي بك، وإلى هاي الجمل شوف نغير ننفي. شوف هنا يقول لك غير الافعال التي تحتها خط وغير بالجمل. وين ويل اي، وين ويل اي، وين ويل شي كومبليت، شو وقت هي راح تكمل. هذه الافعال مالتي اللي عندي هنا نفس يعني متى انت سوف تكمل. زين اريد اقول له على سبيل المثال ماذا انت ستختار، وات ويل يو تشوز، ماذا انت سوف تختار، وات ويل يو تشوز، هاي الجمل ينحفظ، وات ويل يو تشوز، ماذا انت سوف تختار. Where will Noor travel، أين سوف تسافر نور، متى سوف تسافر نور. When will Noor travel، When will my brother travel، أين أو متى سيسافر أخي. أريد أقول شو وقت راح يسافر أبوي، شو وقت. When my father، When will my father travel، أين سيسافر متى، أين وين. أقول Where will my father travel، Where will my father travel؟ هسا أنا إيش راح أسوي؟ هسا أنا إيش راح أسوي؟ أنا انطيتك جملة اللي هي أين أنت ستسافر؟ هاي Where will you travel؟ اللي هي متى أنت ستسافر؟ أريد من عندك بالتعليقات تغير للفعل وتنطي لي جملة صحيح. والأفعال اللي أخذناهن أو غير اللي أخذناهن جاوبنا بالتعليقات. بدال travel جيب لي فعل ثاني بس كون المعنى صحيح وأنت تعرفه. يلا. يلا الكل بالتعليقات. Where is he going، هاي مستمر، انا اريد مستقبل يا زهراء علي، زهراء علي اريد مستقبل، غلط هاي. Where will she make a cake، احسنت يا محمد عبد الله، احسنت يا تيسير. When will she change، متى سوف تغير، زينب احسنتي. سارة I will leave soon، سوف اغادر قريبا. بس سارة انا ما اريد سؤال جواب، انا اريد سؤال، اريد اقول للواحد متى
when will you graduate, متى سوف تتخرج. لا تنسون علامة الاستفهام. أحسنتم، أحسنت سها، أحسنت يا مها. when will she eat, متى سوف تأكل. كمليها يا مها، متى سوف تأكل كذا. when will you, where will you, where will my, where will you my father. لا ما يصير هيك، هذا حساب باسم زو زو، غلط، ما يصير هيك، لا ما يصير هيك، ما يصير لو يو لو ماي فادر واحد، حط فاعل واحد. وين ويل يو ستدي، لا مسلم عدنان غلط. وين ويل يو ستدي، لا هاي مو صحيحه. وين ويل يو ستدي، متى سوف تدرس. وانا دا اقول وير، طلاب انا قاعد اسال عن الوير، ما اريدك تستخدم لي غير اداه عن الوير حصرا، اللي هي الوير معناها اين. وير ويل يو ايت، متى سوف تاكل. وات يو ويل ميت زينب، لا انا اريد عن الوين، عن الوير فقط، فقط الوير، ما اريد عن الوين، اريد الوير، عن الاين بس، ضروري عن الوير، اسال عن المكان. وير ار يو ناو، حنين هاي جمله غلط، انا ما اريدها عن المضارع، انا اريدها مستقبل، انا اريدها مستقبل. ممكن واحد حافظ الجمله ينطني اياها. وين ويل يو رايت، اين متى سوف تكتب، انا اريد عن الوير. وير يو، وير ويل يو باي هاوس، متى ستشتري منزل. احسنت. وير ويل يو سي اجين، صحيحه. وير ويل يو بيجن، غدير، began studying English، دراسة إنجليزي. Where will you go، أحسنتم. When will you add، نعم. Where will you meet your friend، أحسنت. Where will you travel، هي نفسها جملتنا، زين زين حلو، غيرناها. هسه شريد من عندك، هسه شريد من عندكم، شكرا جزيلا. هسه بدال 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 الويل، هسه اريدك تحط لي بدال الوير، اريدك تحط لي بدال الشي، حط لي اسم صديق لك حصرا، اسم صديقك لازم، تريد تسال عن صديقك، انت تريد تسال عن صديقك، قول لي اخوي صديقي، ايج اذكر لي اسم صديقك، قول لي فلان صديقي، اذكر لي اياه. اسال عن صديقك وقول وير ويل كلين ذا هاوس، من هو راح ينزل ينظف الهاوس يا رباب، والفاعل وينه. وين ويل ندى كلين ذا هاوس، متى ندى. زهراء، where will علي go، where will، اريد اسم صديقك. ايات تقول where will احمد travel، اريد اسم صديق او صديقتك، اذا انت ولد تقول لي اسم صديقك، اذا انت بنيه تذكري لي اسم صديقتك، اريد اسم حقيقي، لا تجيبوا لي اسم من الواقع، علي وزيد واحمد، ما اريدهن، ذني ما اريدهن، ما راح اقراهن ولا راح اصححهن، اريد اسم حقيقي مال علي واحمد، وذني ذني ما اريدهن. وير ويل علي فاطمه، ما اريد علي، ما اريد اسم علي، اريد اسم حقيقي. زينب صراحه تقول وير ويل ساره جو، ساره تمام. وين ويل ندى، صحيح. علي ما اريد، لا احد يذكر لا علي ولا نور، اذا نسالات كلهم حافظين، اريد اسم حقيقي. وير ويل مها كلوز ذا دور، احسنت يا احسنت احسنت. وير ويل زهراء جو، احسنتم. وير ويل زينب جو، شكرا جزيلا، احسنتم. وين، where will بكر travel، احسنت احسنت احسنتم. when will بنين، احسنتم، شكرا جزيلا. هاي اسماء حقيقيه، هذه اسماء حقيقيه. when will محمد read، where will نور، نور هذا اسم سهل كله حاطته، ما اريد لا نور ولا احمد، اريد اسم حقيقي. حلو، عاشت ايدك، عاشت ايدك. هسه شريد من عندك، هسه انت مو سالت عن صديقك، قلت له، قلت له عن صديقك، ذكرت اسم صديقك، هسه غير لي أداة السؤال، بدل ما وير ويل مثلا صديقك، مثلا صديقتك اسمها ندى ترافل، قولي هاو، كيف، حط لي أداة سؤال من يمك، كيفك انت، أداة سؤال حافظها وحط لي اياها من يمك، انت أداة سؤال من يمك، بس اهم شيء غير الوير، اهم شيء غير الوير، ما اريد الوير، حط لي غير الوير، حط لي غير الوير، ابدعوا لي، ابدعوا لي، استخدموا لي افعال من عندنا، هذه الافعال اللي عندنا، يلا يلا يا اخوان، يلا يا ابطال، استخدموا لي يلا افعالكم، هاي الافعال، هاي شوفها، ذني افعال قدامك، يلا اخذ من هاي الافعال واستخدم. وهاي الجمله مالتك نفسها، اللي هي هاي نفسها جملتنا، هاي مال وير ويل يو ترافل، احط غير اداه هاو، واحط والضمير هم غيره، بدال الشيء احط علي، مره احط نور، مره احط احمد، يلا يلا ابدعوا، بس ما اريد الوير، استخدم لي غير الاداه. وين، How will فاطمة cook؟ كيف سوف تطبخ فاطمة؟ أحسنتم.
How is Nowruz going؟ ما أريد مضارع مستمر يا زهراء علي، ما تقولي لي بشلبت لي بالمضارع المستمر، أريد مستقبل، زمننا مستقبل، مستقبل. بيتخمى أي شيء يجي يكتب، إحنا دا نحكي عن زمن المستقبل وأريد نطبق عليه. When will you play؟ How will you play؟ كيف سوف تلعب؟ أحسنت. How مروة will؟ لا هاي غلط، الول أصير قبل المروة، الول أصير قبل المروة، هذه مو صحيح. How will مروة؟ How will مروة؟ هيك. How will مروة؟ How will زينب travel؟ How go؟ لا هذا واحد قال how go، لا هذه مو صحيح. How will go؟ How will الفاعل؟ How will أحمد go؟ هيك. How much story read today؟ غلط، غلط يا غربي أنور، غلط مو صحيح، غلط مو صحيح، ما يصير تحط هي الجملة، غلط. بالبداية ذات السؤال وراها الفاعل. When what will محمد begin؟ أحسنت أحسنت يا منتظر. When will زيد go to school؟ صحيح صحيح. How will محمد catch fish؟ شلون راح يصيد السمك؟ أحسنت. How I will learn؟ لا how will I، how will I يا نرمين، how will I مو how I will، how will I. When will رحاب travel؟ When will أحسنت صحيح. وين ول عبد الله كم صحيحه. وات ول محمد بلاي، وات ول وات لا مو وات، يعني ماذا سيلعب كره القدم، يعني كيف سيلعب كره القدم، استخدموا لي غير اداه. وات ول اروى كوك فور دينر 100% صحيح. حول علي كول احسنت. حول سجا كم تو ذا ستيج احسنت صحيحه، شكرا جزيلا على شتيتكم. حول يو كلام احسنت. How will Benin؟ How will you call؟ أحسنتم 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 أحسنتم، جيد جدا جيد جدا جيد جدا، شكرا جزيلا، أداء راقي وجميل جدا. زين زين، شوف أنا إيش قايل لك الآن. شوف هاي الضمائر كلها سويناها الآن، هاي شوف هاي التدريبات اللي أخذناها كلها سويناها. طيب هسه 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 شرد من عندك، تكتب السؤال وتجاوب لي اياه. مثلا وين ول علي ميت يو اجين، شنو السؤال اللي سالته جاوب لي اياه، اسال وجاوب، اسال وجاوب بزمن المستقبل، اسال وجاوب يلا بالتعليقات. وين ول يو كم، يلا خلينا نشوف منو اول طالب راح يقدر. يلا هاول ستدي تو انجلش، الجملة مالتكم طلاب ركز لي على الجملة مالتك أخوي العزيز. How will زهراء learn language؟ How will زهراء وين الفعل يا آسيا؟ آسيا وين الفعل؟ آسيا مهدي. How will زهراء learn تتعلم؟ When will علا go؟ أحسنت. When will علي arrive؟ صح. يلا هسه اسأل وجاوب، اسأل وجاوب. زينب مهدي تقول When will you meet؟ I will meet عباس. What will you meet؟ ماذا سوف تلتقي؟ هو من سوف تلتقي؟ بمن سوف تلتقي؟ هو لأن العاقل، الوات غير العاقل. صحيح يا شديدك. هنا يقول لك where will my friend meet you in the college؟ أحسنت يا دموع، أحسنت يا براء عمار، براء عمار كاتبة. How will فاطمة cook؟ فاطمة will cook when؟ أحسنت متى؟ صح. What will رسول eat؟ رسل eat صحيحة، أحسنتم صحيحة. سؤال وجواب، حكي مرتب، جواب مرتب، كلام كلش راقي. Who will you meet؟ Who will meet person؟ سؤال وجواب لا تنسون، سؤال وجواب. شكرا جزيلا عاش تيدكم، شكرا جزيلا، أداء جميل جدا، أداء جميل جدا، حلو. خلينا ندربكم على التمرين شوي، خلينا ندربكم على التمرين شوي. طيب راح اعطيكم جمله، هاي الجمله يقول لك ساندي رايت ا بوم، ساندي كتبت قصه. حلو هاي الجمله هسه اريدها مستقبل، سوي لها مستقبل عادي بالوضع، شو راح يصير؟ يلا حل اياها، يلا شو راح تحل اياها؟ يلا حل اياها، حل هاي الجمله ساندي ا بوم، يلا شلون؟
شو راح يسويها مستقبل؟ يلا يا أبطال، هاي الجملة سويها مستقبل. ساندي، ساندي will write up home. أحسنت يا أوس مؤيد، ما أريد هيجي جملة مقطعة ما أقراها، جملة مقطعة ما أقراها، أريد جملة كاملة مقطعة. ما جايب ليها إيش هذا، ما أريدها. ساندي will write up home. أحسنت يا آية، ساندي is going to write up home. مروة صحيح، بس أنا دا أتكلم، دا أتكلم عن الول، أحكي عن الول أفضل. حلو زين، خلينا نسوي مراجعة للأزمنة، خلينا نسويها مضارع بسيط. يلا راح أسوي لكم امتحان، خلينا نسويها مضارع بسيط. يلا مضارع بسيط شلون راح أصير؟ مضارع بسيط، يلا يا أبطال مضارع بسيط. يلا شلون راح أسويها مضارع بسيط؟ يلا مضارع بسيط. ساندي will work. أحسنت يا مروة، هذا ساندي رايت. أحسنت يا علاوي، علاوي علي العبادي بطل يا علاوي. أحسنت، أحسنت علاوي. مرتضى بطل، بطل مرتضى. ضحى احسنتي، عاشت ايدك. مضارع بسيط، مضارع بسيط. ساندي رحمه عبد الامير احسنتي. انسام احسنتي، شكرا جزيلا. ابطال عاشت ايدكم، الجواب صحيح. ساندي رايتس، شكرا جزيلا يا ندى، شكرا جزيلا، عاشت ايدكم. حلو 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 زين. اريدها نفي مضارع بسيط، نفي مضارع بسيط. شلون تنفي اياها بالمضارع البسيط؟ شلون تنفي اياها؟ ايش راح تستخدم؟ مضارع بسيط نفي، مضارع بسيط نفي. الجملة المقطمة ما أريدها، أريد جملة كاملة. جملة مقطومة ما أريد، أريدها نفي مضارع بسيط، نفي مضارع بسيط. علاوي بطل، علاوي بطل، علاوي علي العبادي عاشت إيدك علاوي. وديان شكرا جزيلا. دونت زينة غلط، مو دونت غلط. زهراء أحسنتي، سجا أحسنتي، سجا. محمد عاشت ايدك. ساره صح، محمد عاشت ايدك، محمد الليهيبي احسنت. زهراء عاشت ايدك زهراء. زينب عدنان شكرا جزيلا، عاشت ايدك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. زين اريد افركم النوبه بسؤال. ضحى حميد لا مو صحيحه، ضحى مو صحيحه. ساندي doesn't، مو doesn't ساندي غلط. ساندي هشام هذا حلق غلط، ما اريده. جمله مقطمه ما اريد، اريد جمله كامله. مثنى غلط. ساندي does right doesn't right doesn't right doesn't right. ساندي doesn't. شكرا جزيلا ابطال، ابطال ابطال ابطال، عاشت ايدكم. احسنت يا ضحى، احسنت يا البقيه. ماكو بتول ماجد. إذن لهنا تنتهي محاضرتنا، شكرا جزيلا على الأداء الجميل، عاشت ايدكم يا أبطال، شكرا جزيلا، موفقين يا ربي. تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله باكر راح يكون أكو امتحان. اقرأ المادة وامتحن، سواء تشوفني هسه بتشوفني بعدين الفيديو، مني شوفه تكمل الفيديو اقرأ المادة وروح امتحن امتحانك.